أهلا وسهلا بكل متتبعي قناة الدار. إذن نواكب وإياكم آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي يشهدها المغرب هنا من بني ملال، وبالضبط من مقر ولاية جهة بني ملال الخنفرة. إليكم آخر المعطيات والإحصائيات المتعلقة بانتخابات بني ملال. إذن مدينة هي الأخرى على غرار باقي مدن المملكة عرفت اليوم انتخابات تشريعية حج إليها مجموعة من المواطنين، نقول مواطن بكثافة، حيث اختاروا ممثليهم في ظروف أقول سليمة عادية. في هذه الانتخابات بلغ عدد الناخبين المسجلين هنا بدائرة بني ملال 318,608 ناخبا، يتنافس في الانتخابات الجماعية حوالي 2515 مرشحا على مستوى دائرة بني ملال موزعين على 17 لائحة انتخابية، بينما بلغ عدد اللوائح المتنافسة على مستوى الانتخابات التشريعية 16 لائحة تضم 96 مرشحا للفوز بست مقاعد تشريعية. وبشأن انتخاب المجلس الجهوي، تتنافس بإقليم بني ملال 13 لائحة للفوز بالتمثيلية الجهوية، وقد فتح 615 مكتب تصويت في 378 دائرة انتخابية من أجل توفير الشروط الملائمة للناخبين بهدف اختيار ممثليهم في المجلس الجماعي والمجلس الجهوي ومجلس النواب. كان هذه يعني آخر المعطيات المتوفرة، في انتظار معطيات جديدة تهم الأحزاب الفائزة هنا بمدينة بني ملال. دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.